استحدثت وزارة التربية والتعليم مساق خدمة المجتمع في العام الدراسي 2005-2006 ليتم تطبيقه ضمن نظام توحيد المسارات الأكاديمية بالمرحلة الثانوية كمتطلب أساسي للتخرج. يعد مساق خدمة المجتمع رؤية فريدة ومغايرة تتلخص في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الطلاب من خلال قيامهم بالأعمال التطوعية داخل المدرسة وخارجها، وبما يسهم كذلك في اكسابهم الخبرات والمهارات التي تعينهم على تحقيق اكبر قدر من النجاح على الأصعدة الدراسية والاجتماعية والمهنية. وبمناسبة بدء التطبيق الخارجي للمساق في عطلة منتصف العام الدراسي الجاري، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة ميدانية للوقوف على عملية تطبيق هذا المساق الذي يستفيد منه هذا العام حوالي 9500 طالب وطالبة في 167 مؤسسة متعاونة مع الوزارة. وخلال الزيارة أكد الوزير أن مساق خدمة المجتمع يمثل تجربة تربوية بحرينية فريدة من نوعها على المستوى العربي في مجال تعزيز المناهج الدراسية النظرية بالتطبيقات العملية التي تنعكس إيجابا على معارف الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم. هذا وقد اطلع الوزير خلال زيارته إلى مؤسسة دار يوكو لرعاية الوالدين على ما يقدمه الطلاب من خدمات متنوعة للآباء والأمهات من كبار السن، ومن ضمنها القيام بالفحوصات الدورية كفحص التنفس والسكر وضغط الدم بعد خضوعهم للتدريب من قبل المتخصصين بالدار. مسار الخدمة الاجتماعية حرصت الوزارة على تفعيله واكساب الطلبة قيم أساسية في العمل التطوعي بما يسهم بإذن الله تعالى في بناء شخصيتهم. هذه المكان الطيب استفاد منه حوالي 50 طالب، ولكن أيضا بعد هناك خدمة أيضا قدموها لأبنائنا الطلبة من خلال تدريب 300 طالب وطالبة على لغة الإشارة. العمل التطوعي سواء كان في هذا الموقع الكريم أو في كافة المؤسسات الأخرى هو يأتي ضمن اهتمام وزارة التربية والتعليم في الاستفادة من هذه المنشآت القائمة في إنجاح هذا المشروع الذي ولله الحمد اليوم يستفيد منه أكثر من 9000 طالب، لأنه مقرر إلزامي، لا يستطيع الشخص أن يتخرج من المرحلة الثانوية إلا بعد قضاء عدد معين من ساعات العمل التطوعي في خدمة المجتمع. ومن جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود عضو مجلس أمناء دار يوكو لرعاية الوالدين بزيارة الوزير للوقوف عن كثب على تجربة الوزارة في تطبيق هذا المساق المهم. اليوم احنا عندنا يعني معلومات كثيرة عن من جاء من وزارة التربية والتعليم للعمل التطوعي هنا، أكثر من 50 طالب وطالبة قد جاءوا، وهذا معناه أن هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين أماكن الرعاية الاجتماعية وأساسها دار يوكو لرعاية الوالدين. نحن في الواقع سعيدين بهذه الزيارة وبكذلك الطالبات الذين انضموا للدار لخدمة كبار السن من الرجال والنساء وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، لكي يطلعوا على تجربة الدار أولا وثم يتعلمون منها ما يجب القيام به عند تخرجهم من الدراسة إن شاء الله. كما اطلع الوزير خلال زيارته إلى مبنى بريد المحرق على الخدمات التي يقدمها الطلاب والتي تشمل المساعدة في ترتيب وتصنيف البريد وغيرها من الأعمال الإدارية الموكلة إليهم. وقد عبر الطلاب عن سعادتهم بخوض هذه التجربة واستفادتهم الكبيرة منها، فيما أعرب المشرفون عليهم في المؤسستين عن إعجابهم بمستويات الطلاب وتفاعلهم. نستقبل طلبة خدمة المجتمع من وزارة التربية والتعليم بشكل سنوي، ونعلمهم على أساسيات العمل والعمل المكتبية وتنظيم الوقت، وفي تعاون بين موظفين وزارة التربية والتعليم معنا بالتنسيق على تعليم الطلبة على الأساسيات المبدئية حق الطلبة، ونعلمهم أساسيات العمل ويساعدونا في الأعمال أعمال الموظفين الأساسية. أنا اليوم في دار يوكو لرعاية الوالدين، اخترت دار يوكو لرعاية الوالدين عشان أنا حابة أن أساعد المسنين
تعلمت في دور يوكو ان شلون اساعد المسنين اذا كانوا في حاجه اي حق اي خدمه طبيه بقياس ضغط الدم والسكر. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم قد استحدثت مساق خدمة المجتمع في العام الدراسي 2005-2006 ليتم تطبيقه ضمن نظام توحيد المسارات الأكاديمية بالمرحلة الثانوية كمتطلب أساسي للتخرج.